حلمي إن يكون عندي إمباكت كبير على حياة الناس. My dream is to empower home business owners. حلمي إني أكون رائدة أعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. حلمي كرجل في هذا السن في هذا المكان نطلع شيء رد فيه الجميل لهالدولة. قيادتنا الرشيدة علمتنا شيء واحد واللي هو ما نرضى إلا بالمركز الأول. نؤمن بقدرات الشباب ولأننا نعرف حق المعرفة أن المستقبل لا يصنعه إلا الرواد والتاريخ لا يغيره إلا أصحاب الشجاعة والإقدام. نحن جميعا شركاء ونحن مسؤولين خلق بيئة المناسبة لهؤلاء الشباب حتى يبدعوا وينطلقوا وينهضوا بدولهم ومجتمعاتهم. حلمي اني يكون عندي بزنس، بس انا ما عندي اي طريق ولا اكسبيرينس ولا اي شيء، وكورسات من هذه تكون نادره، يعني مش ان تلاقين كورس موجود في جامعه ويعلمك كيف ان تكونين انتربرنور، صعبه يعني. انا ما حصلت دو اي ميد ا روت اوف ريسيرش دورت وايد، وان احصل كورس بهال يعني العمق وبهالانفورميشن الرياليستيك شيء رائع الصراحه. مشروعنا بدا كفكره ان نحل مشكله ممكن تبين صغيره الحين بس احنا عارفين ومتاكدين ان في المستقبل بتكون كبيره، الا وهي المخلفات الالكترونيه. فاحنا كشركه ايفيت حبينا نوفر مكان الناس يقدرون بسهوله الوصول اليه ويتاكدون بسهوله ان هذا الشيء بيمر على مراحل تهتم بالسيفتي والريجوليشن الصحيح. كحلم انا بدي اسس، يعني حابب اسس شركه تختص بالحلول بالطاقة أو بالتكنولوجيا، وهذا البرنامج بساعدني على تحقيق الحلم، هي أول شيء. وثاني شيء بساعدني أني وصل الكهرباء للناس، فهو عم يحقق حلمي وعم يخليني ساعد الناس بنفس الوقت. سايبر هيرو عبارة عن منصة توعوية تخص أمن المعلومات في مجال التعليم بهدف تعزيز المهارات السيبرانية لدى الفئات المستهدفة وأيضاً التوعية بالمخاطر المحتملة والتهديدات الإلكترونية. الفريق عبارة عن الكابستون بروجكت، مشروع التخرج، وتم اختيارنا في سبتمبر 2019. The goal is to provide equal opportunities to all artists because there are very talented artists out there but they just don't have the opportunities because showcasing their work in the granting out spaces is way too expensive or they just don't have the connections and they don't know where they're supposed to go to do that. I feel like this program has neutralized my energy of enthusiasm and reality. It gives me a clearer perspective of the resources that we have today and how we can implement it today instead of, you know, 5 to 10 years in future. طبعا الشيء اللي دائما يبهرني وفي كل فصل دراسي ان الطلبة يبدون معي الكورسات اللي اعطيهم اياها بزيرو نوليدج، يعني ما عندهم اي خلفية عن كيف ممكن يبتدون مشروع تجاري او بزنس، لكن عندهم اندفاع جميل جدا من اول يوم وعندهم تفكير ابداعي. I think what I liked about this program and the students, what I found was that ability to actually create something out of nothing. And even the students who did not do very well in other courses, even the students of accommodation, I found them doing extremely well here. فكر رواد الأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم نحن في أمس الحاجة لها في اقتصاد دولة الإمارات. اليوم بدون شك استمرارية وديمومة وتنوع اقتصاد دولة الإمارات يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحقق الابتكار النوعي والتغير في هذا القطاع، وخصوصا في بعد مرحلة كوفيد 19. اليوم نحن فخورين بالتطوير الملحوظ الذي نشهده في رحلة الطلاب ضمن برنامج حاضنات الجامعات. نحن مستمرين في تقديم جميع أنواع الدعم الذي يحتاجه الطلاب، سواء من خلال توفير المساحات الحاضنة ضمن الجامعات أو ربطهم مع الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
لتوفر لهم الدعم المادي والتوجيه لرواد الأعمال من الشباب. المستقبل أنتم تصنعونه، وأنتم تغيرونه، وأنتم ترسمونه.